راح تعام كل بالماء، الحمله كامله راهي دخلت عليا هنايا، البير نتاعي راح، الموتور راح، الشجر راح، الطماطم راح، الفلفل راح، راهي كارثه اللي ما عندهاش نهضك تشوف، الزباب الكل روحوا لهنا عندي. اول خطره اول فيضانك تشوف قاسمه، ولو كان يعني ديما، ديما الفيضانات هذوك، ماهوش راح نحرق نسكن، ما عرفت كيفاش راح نعيشوا. على اثر تساقط غزير الامطار بعاصمه الولايه وخاصه ببلديه تمسيغه، تدخلت مصالحنا من اجل اخراج تسريع حركه السير وكذلك اخراج المياه من بعض المنازل التي غمرتها. اجراءات لحمايه خشنا من الفيضانات، العمليه كما قلت مسجله وراهي في الاجراءات النهائيه قبل الانطلاق. وهذه العملية ستفك وتحل المشكل نهائيا، وحنا بالنسبة لهذه النقاط السوداء سنتخذ إجراءات استعجالية لتخفيف وتبديل هذه المشاكل وهذه الفيضانات وهذه المعاناة بالنسبة للمواطنين